الله يسلمكم. هذا مشهد في عمل درامي وصار يتكرر كل يوم في حياتي، ما حد ما استخدم هذا الفيديو. حتى يوم أصير أتسوق هي هذه الحالة. ماما أكيد ما عزموني. بالله عليش هما تروحي قولوا ليش ما عزموني؟ ما غسوه ما عزمتني. أبو شو بالكل فوبيا ما عزموني. تعرفي إن أمي وخالاتي وحتى عبودي يتابعوش، لكن هم يعزموهم أنت ما يعزمون مسكين. هذه الحالة. بس رمضان ما يحلى إلا بلمة الأهل والأحباب والأصدقاء. لا تسويوا كما خديجة في ذاك العمل. ونصيحة، لا تنسوا حد ما تعزموه.